فيديو شهير على يوتيوب ان التساتير لا تعتبر اجيال. احنا لازم نكون اكثر حفاظا على الاسلام من الاخوان المسلمين والسلفيين، ولازم بلاش يعني التسريحات العنبريه اللي ممكن تقلب علينا الشعب المصري، يقول لك انت عايز ماشي امك بشيبه سياره واختك مرت في الشارع. لا، احنا دوله هتفضل مسلمه وهنفضل الهويه الاسلاميه. وشكرا.